افلام جوراسيك وورلد وجوراسيك بارك من اكتر الاعمال السينمائيه اللي قدمت لنا ديناصورات بتتميز بقوه وذكاء على اعلى مستوى. ديناصورات الاغلب فيها كان خيالي ومهجن، لكن ده اللي كان بيميزهم من ناحيه القوه. والفيديو النهارده هنعرض اقوى 5 ديناصورات ظهرت في الافلام ديت. طبعا عدا التيركس، واكيد ده الجزء الثاني من سلسله توب 5 اللي طبعا انا نسيت انها موجوده من كتر ما انا مش بنزل فيها. فمن غير كلام كتير خلونا نبدا بالفيديو. بس عايز افكرك يا عزيزي المشاهد انك لو بتحب الديناصورات هتلاقي القناة دي معمولة علشانك، فما تنساش الزر الاحمر اللي تحتك، ويلا اديني الانترو علشان نخش في المقطع على طول. السكوربيوس ريكس، الديناصور العقرب، واحد من اكتر الديناصورات المرعبة من ناحية الشكل. ديناصور كان يقدر يجري على اقدامه الخلفية بسرعة رهيبة وعلى اطرافه الاربعة بسرعة اكبر، وكان بيتميز بديل فتاك بيحتوي على اشواك سامة. ده غير الرؤية الليلية القوية اللي كانت بتسمح له بتحديد اماكن الفرائس من على بعد، وطبعا ما ينفعش ننسى المخالب الحادة الصلبة. والكائن ده لما ظهر في مسلسل جوراسيك وورلد كامب كارتيشيوس كان هجين في غاية الرعب. تخيلوا كائن كان بيفضل الصيد الليلي وما كانش بيقتل الفريسة علشان يتغذى، لا ده كان بيقتلهم علشان يستمتع. ديناصور كان همجي ومتوحش وعدواني لدرجة لا توصف، وفي بعض النظريات بتقول ان الكائن ده هو اول تجربة لتهجين الديناصورات عملها الدكتور وو قبل طبعا الاندونيمس. بس للأسف فشلت التجربة، والدكتور ما كانش عايز يتخلص من الاختراع علشان هو تعب فيه جامد، فعلشان كده سابه في الانبوبة الزجاجية. لكنه لما طلع ما رحمش حد، وانا وصفي للديناصور دوت هو الديناصور المختل. تخيل الديناصور كان بيصيب الفريسه بالسم وبعد كده يسيبها تتعذب شويه، وفي الاخر مش بيديها رصاصه الرحمه، لا ده كمان كان بيشوهها بالمخالب بتاعته قبل ما تلفظ اخر انفاسها، وفي الاخر ممكن ما ياكلهاش. بس السكوربيوس ريكس هيحصل على المركز الخامس على الرغم من كل مميزاته، لانه كان ديناصور يسهل تشتيته في القتال. يعني مثلا لو في نار ظهرت مره واحده هيفقد التركيز بتاعه والرؤيه عنده هتضعف، ده غير انه مش بيسيطر على الغراز بتاعته لدرجة انه ممكن يقتل افراد من نفس النوع. فالسكوربيوس ريكس هيحصل على لقب اكثر ديناصور رعبا، لكنه ايضا هيحصل على المركز الخامس في القائمة النهاردة. الاندورابتر، اذكى ديناصور في افلام جوراسيك وورلد. ديناصور كان بيتفوق على ذكاء الاندونيمس ريكس، طبعا كان سريع البديهة وكمان سريع في الحركة، متسلق ماهر جدا، ولما كان بيقفز على الفريسة كان بيجلدها بالمخالب القوية بتاعته. فكه كان قوي ويعتمد عليه، واستراتيجيته في القتال غريبة. تخيل انه كان بيسيب البشر يختاروا طريقة الموت بايديهم، كان بيستنى ويجيب اخرهم. من الاخر بيحب يستمتع بالمعركة، مش هيقتل وخلاص. يعني هنا ساب العامل يفتح القفص ويخش ويتجول شوية لحد ما قرب من فكه، بعد كده قطع له دراعه وقتله وهرب. يعني هو مثلا ان هو فقد الوعي لحد ما الراجل قرب منه، بعد كده قتله وهرب، على العلم ان هو كان ممكن يهرب على طول اول ما الزنزانة اتفتحت، لكن زي ما قلت لك مش بيحب يكسب وخلاص، لازم يشوق المشاهد. وبالاضافة للذكاء الحاد اللي بيتميز به الاندورابتر، كمان كان عنده جلد شبه لا يخترق. الناس كانت بتضرب عليه نار في الفيلم ومفيش اي نقطة دم واحدة نزلت منه، وده مش شيء غريب لان اصلا الاندورابتر كان مخلق ليكون سلاح للحروب، فعادي جدا ان احنا نلاقيه بالقوه دي. فعلشان الاندورابتور ذكي وسريع وبيمتلك اسلحه قويه زي الفك والمخالب ودفاعيا قوي من ناحيه الجلد السميك، هيحصل على المركز الرابع، على العلم انه كان ممكن يحصل على مركز متقدم اكثر لولا حجمه الصغير نسبيا. جيجانتوسورس، المعروف بالجيجا، اكثر ديناصور شهره في لعبه ارك. بص، هو انا اتكلمت كتير عن الديناصور دوت بالسلب لان انا كنت معترض على طريقة جوراسيك وورلد في تشويه المعلومات عن الجيجا الواقعي، لكن هنا في الفيديو احنا هنذكر المميزات لان طبعا كل الديناصورات اللي في القائمة خيالية. فعندنا اهم ميزة في الجيجا هو الحجم العملاق، لان ده اللي كان بيتميز بيه في الفيلم. وغير كده على الرغم ان حجمه كان كبير كان برضه سرعته كويسة، وطبعا في لقطة في الفيلم خوف التريكس بسهولة، يعني التريكس اصلا ما كانش قادر يقاتله، وفي اخر الفيلم شبه قتل ملك الديناصورات.
فتخيل ان ده ديناصور شايف ان التيركس مش منافس بالنسبة له، فاكيد كان لازم يبقى في القايمة. وطبعا هيئة جلد الجيجا في الفيلم بتشير انه جلد قوي جدا، بس الغريبة ان في النهاية التريزينوسورس اخترقه بسهولة، والنقطة دي بصراحة انا لحد دلوقتي مش فاهمها. بس يمكن هو جلده سميك، لكن الفيلم كان عايز يقولنا ان مخالب التريزينوسورس كانت جبارة. المهم يعني ده مش موضوعنا. جيجانتوسورس هيحصل على المرتبة الثالثة نظرا لحجمه العملاق وسرعته الكبيرة وفكه القوي. وطبعا شهادة علماء الحفريات في الفيلم انه واحد من اقوى الديناصورات في التاريخ. السباينوسورس ملك جوراسيك بارك، الديناصور اللي عمل ضجة كبيرة جدا لما نزل. وانا عارف ان في ناس داخله الفيديو متاكده ان السباينو هيحصل على المركز الاول او الثاني على الاقل، لان فعلا السباينو كان ملك الجزيره وقتها وبسهوله قتل التيركس، والاسوار العملاقه في الفيلم بالنسبه له ما كانتش بتسبب اي عائق. ده غير ان على عكس كل الديناصورات اللي في القايمه هو بيتفوق بمراحل في القدره على السباحه. يعني لو في سفينه معديه لمنطقه السباينو نقول للركاب يا رحمن يا رحيم، لانهم هيكونوا في مهب الريح. وطبعا ما ننساش انه كان ديناصور عملاق في الحجم، ده في ناس بتتوقع انه كان اضخم من الجيجا في جراسيك وورلد 3، وفي ناس تانية شايفة انه لا هو اصغر منه، لكن الاكيد انه في المجمل كان بيمتلك حجم لا يستهان به ابدا. ده غير انه كان بيمتلك اكبر عدد من الاسنان ما بين كل الديناصورات اللي في القايمة، وده مش معناه انه بيمتلك اقوى فك، لكنه كان بيسبب الاصابات بنسبة اكبر. وطبعا مقارنه بالجيجا مخالب السباينو كانت اقوى، وقتاله مع التريكس اكبر دليل على قوه تحمله وصلابه جسمه خصوصا عضلات الرقبه. فعشان السباينو كان ذكي وقوي في القتال الفردي وحجمه كان كبير وبرضه كان متمكن في السباحه وفكه مليء بالاسنان، هيحصل على المركز الثاني في القائمه النهارده. الاندونيموس ريكس اقوى ديناصور ظهر في الافلام. ديناصور خلصت فيه كل الكلام، أناقة في الشكل، هيبة في القتال، ذكاء في المعركة، تمويه لما الدنيا كانت بتتأزم بيه، ممكن كمان يدمر لك جزيرة بأكملها ومش هيستسلم طول ما لسه في نفس. بيمتلك زئير مرعب ومستعد يأذي نفسه طالما ده هيفيده في المستقبل. ديناصور كان مولود من أجل الحصول على دور الشرير في الفيلم، وبرضه كان فيه خصلة من السكوربيوس ريكس إنه كان بيقتل الفريسة من أجل التسلية، لكن زي ما تقول كده الاندونيموس ريكس كان بيتحكم في نفسه اكتر. ده غير ان الايركس كان بيتفوق على مخالب الاندورابتور، ده غير انه كان بيمتلك فك اقوى من السباينو والتيركس والجيجا، وعنده مرونه ولياقه كبيره جدا. وعلى عكس السكوربيوس ريكس والاندورابتور حجمه كان كبير، وطبعا هو ما كانش هيموت في الفيلم لولا تدخل الموزاسورس الاسطوري، لان تخيل عزيز المشاهد بلو والتيركس ما كانوش قادرين عليه. فطبعا من وجهة نظري انا شايف ان الاندونيموس ريكس هو اقوى ديناصور ظهر في الافلام، وطبعا هيحصل على المركز الاول. خلصت القائمة للفيديو النهاردة. السكوربيوس ريكس حل في المركز الخامس، يسبقه الاندورابتور في المركز الرابع، والجيجا في الوسط منطقة الدفء هيحصل على المركز الثالث، والسباينوسورس كان على عتبة التدويج، لكن امام قوة الاندونيموس حصل على المركز الثاني ليتربع على العرش الايركس. وعايزكم تكتبولي في التعليقات لو في نقاط تختلفوا معايا فيها وتستاهل ان احنا نعمل مواجهة ونعيد النظر. وطبعا يا عزيزي المشاهد لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك المشجع علشان نستمر في سلسلة توب 5، واكيد ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد. وبس كده بشكركم جدا على المشاهدة وسلام.